السلام عليكم، نتمنى يا ربي كاملين تكونوا على خير وبخير، صحة جيدة يا ربي. مرحبا بكم، اليوم غنشارك معكم واحد البريش زوين كيجي رائع. عندي كاس ديال الحليب دافي، عندي ما كاملش نص كاس ديال الزيت، ما كاملش نص كاس، عندي نص كاس ديال السكر سنيده، عندي معلقه ديال الخميره الفوريه، غادي نذوبو الخميرة، نضيف ساشي ديال فاني، نضيف بيضة، نضيف واحد الفلو ديال الفاني، هذا كيعطينا واحد اللوين في البريوش ديالنا، واحد اللوين زويون. ندير الملحه، نعمل معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، معلقه ما عمرش، عندي 500 غرام ديال الدقيق، نضيف واحد المعلقه ديال الزبده، معلقه عامره،
ماشي على هذا الشكل. هذاك الفلو كيعطينا اللون مصفر. نغطيها نخليها حتى تخمر ونرجع معكم. هي خمرت غادي نحيدو الهواء منها. غادي نصيب كويرات صغيرين عندي مدهوني بالزبدة. صافي غادي نحط هاد التكويرات ديالي ثلاثة. انا صايبتهم بحجم كبير، الا بغيت تزيد تصغروا كويرات صغار صغار من هكا. دابا نخليهم يخمروا المرة الثانية. هما خمروا، عندي صفر د البيضة وشوية د الحليب وشوية ديال القهوة نسكاف. نضيف شوية ديال الزنجلان. نصايب واحد اللوزة في الوسط. الشكل كيجا مطابو. غادي ندهنهم بالعسل ولا الناباج. وشوية ديال الكوكس غير شوية.
الشكل كيجي روعة وبحال القطن. والصحة والراحة، واللي كيشوف قناتي أول مرة يشترك باش يوصل كل جديد، وتغطى على الجرس. وشكرا بزاف، ولله خطيكم، بارك الله فيكم.